صلاة الرجل مع زوجته تعد جماعة؟ ما تعد جماعة، لأن الجماعة ما تنعقد إلا برجلين فأكثر، برجلين أو ببالغ بمميز من الذكور على الصحيح، بمميز من الذكور، ما تصح إلا بالرجال أو بآخر مميز على الأقل، أما بالنساء ما تنعقد، لكن لكم فضل، لهم فضل الصلاة فقط، فضل الصلاة ولو لم يكن يحصل به الجماعة. نعم.